إذا أحبائي المشاهدين، رجعنا نحن وياكم لبرنامجنا الأربعاء بنص الجمعة، والعنوان اللي عم نحكي فيه هو ساعات الإشاعات. فإذا هلأ المجال مفتوح لأي شخص منكم بحب أنه يتصل على 09914915، ممكن يخبرني الإشاعة، يمكن إشاعة صارت معه، يمكن الإشاعة أذيته، يمكن إشاعة سمعها، إشاعة شو هي الإشاعة بالنسبة لكم، وقديش الإشاعة ممكن أنه تأثر بالأشخاص يلي بطلون الإشاعة. بدي أقول أنا أنه الإشاعة هي قتل، هي قتل يعني. والفرق بين القتل الطبيعي وبين قتل الإشاعة أنه الشخص يلي بقتله أنا طبيعيا قتلته مرة واحدة، بس الشخص يلي أنا بقتله بالإشاعة هيدا الشخص أنا عم بقتله كل يوم، وهيدا خطية يمكن عم تتردد علي على طول. كل مرة أنا بتلاقي الشخص وكل مرة بحسسه أنا لهالشخص الإجرام تبعي والخطية تبعيتي وحقدي وأنانيتي شو عملت فيه، بتصور أنه هالخطية هي خطية كتير مميتة وخطية كتير كبيرة من المفروض أنه اعترف فيها. ولازم أعرف أكثر وأكثر قديش فداحة الخطية هذه يلي أنا عملتها بحق الإنسان الآخر. يمكن مثل ما قلت السبب هو الحقد، يمكن لأنه أذكى مني، لأنه أجمل مني، لأنه أحسن مني، لأنه بيفهم أكثر مني، لأنه معلم أكثر مني، فإذا أنا بدي حطمه على 09914915. يا ريت بيحطوا رقم التليفون. فإذا كل شخص منكم بحب أنه يحكي عن الإشاعات، المجال مفتوح لكم. بمجال الإشاعات في شيء بسموه الصحافة الصفراء. شو هي الصحافة الصفراء؟ الصحافة الصفراء بلشت بالولايات المتحدة الأمريكية. أحد الصحفيين اللي كان في عنده عدة أماكن والصحافة تبعيته كان يكتبها، ليش اسمها صحافة صفراء؟ لأنه كانت تكتب على ورق رديء النوعية، مثل رداءه النفسية يلي كان يكتب فيها، وكان الغاية منها أنه هو يجرح بأشخاص، والغاية منها أنه يحطم أشخاص. وهيدي هي بداية الصحافة الصفراء، كانت بالولايات المتحدة الأمريكية. بياخد اتصال. ألو 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 سليم المسيح. ألو سليم المسيح أبونا، يا هلا تفضلي. كيفك؟ الحمد لله. اشتقنا لك يا أبونا فادي. ايه تفضلي. بالنسبة للإشاعات، نعم، هي اللي عم تطلع بلبنان. أنا عم بحكي لك عن بالنسبة للمحطات. نعم. أنا أكتر شيء بحضر الشاريتي. نعم. لأنه إذاعة تابعة لسيدنا البطرك. ولأنه هو رأس الكنيسة. نعم. وإذاعة الأو تي في. نعم. إذاعة الرئيس. نعم. الله يحميه ويرد عنه. أوكي. ويرد عنه كل الشائعات يلي عم بتطاله. ميرسي. العذرة تحمي يا رب. ميرسي. وتحميك إلك وتحمي سيدنا البطرك. خليك. لبنان بيقوم بوجود البطرك سيدنا ورئيس الجمهورية ويخلص لبنان يا رب. ميرسي لك. وأنت أبونا كثير. ناخذ اتصال جديد. ألو 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 سليم المسيح. سليم المسيح أبونا، يا هلا تفضل. أنا اتصلت فيك بأول حلقة، بس هلا لأنه قلت إذا حدا شيء طلته الإشاعة. أكيد ما حبيت أحكي أنا. تفضل. بس لأنه حلقتك كرحت نفسه. أنا الإشاعة اللي طلتني أبونا إنه سببها هي لأنه أنا كنت بدي أشتغل بضمير، يعني بدي فزت على هالشركة، عارف في هالشركة، ما بعرف إذا بتسمح لي أذكر مني شو اسمها. مش ضروري إنه نسميه. ما رح نسميه وما عندي مشكلة. أنا فتحت على أساس هالشركة إنه هي شركة إلهوية وتابعة لناس معينين وعندهم يعني إنه شركة معروفة يعني هي بلبنان ومين أصحابها وشو سياستهم يعني. لهذا الهدف كان عندي أنا فتحت عليها وقدم الطلب وإجت الموافقة وكل شيء، وسألني أعمل معي انترفيو وفتت قبلت فتت بالوظيفة الأقل أنا ماني فايت عليها. ولما فيت لأوصل للوظيفة اللي أنا مقدم عليها
صرت لاقي محاربات، لانه انا بدي استلم البضاعه مزبوط، صار بدهم يسلموني على زون، مثلا يجي كونتينر مثلا في 1000 صندوق واربح علب، لا بيقول لي بس بتسجل 1000 صندوق. يا اخي ما في اربع علب مفتوح صندوق ورايح منه اربع علب واخذينه الجمارك اما شيء ما بعرف شو هي على البورت وبيعمل بياخذوا عينات. انا استلمت هيك هيك، اما كون عم استلم شيء صاروا يطلعوا علي اشاعات وحاربوني كثير، ورجعت انتقلت يعني للوظيفه الاقل اقل ما كنت فايت عليها بكثير. يعني رجعت من الاول ما عندي مشكله كتر خير الله، لانه بدي اشتغل وما بدي وجع راسي. كمان صاروا يحاربوني هونيك، صاروا يطلعوا علي اشاعات وطلعت، وهالاشاعات ضلت تطلني بعد ما طلعت من الشغل. يعني اسحب يسمعوني ناس انه يعني اثرت فيه، وحتى يعني انا ما عندي كراهيه ماشي، بس هول الناس اللي وصلوا علي اشاعات يعني انا اتلقى فيهم، ما يعني ما لي نفس يعني مع احترام ما عندي مشكله اما شيء، بس ما في لي نفس شوفون. نعم بقى هالناس يعني هن ولدوا لي حالي كثير ازعاج. وللاسف مثل ما قلت لك كمان يا ابونا صاحب الشركه، وحتى وصلت له يعني وصلت لرقمه حكيت معه بيقول لي يا ابني عاملين عليك فيتو. للاسف يعني حتى ما طلب براي، يعني حاولت اروح عنده على المكتب واحكيه وجها لوجه ما قبل. للاسف والحمد لله نشكر الله، يعني ما لازم تاثر فينا الاشاعات. اول فتره اثرت، بس لما انا اتكلت على يسوع المسيح واستلهمت روح القدس هول ريحوني كثير. حبيبي شكرا كثير على اتصالك. كمان ناخذ اتصال جديد. الو 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 سليم المسيح، كيفك ابونا؟ يا هلا. بليز بدي من وصل من خلالك رسالة. ايه تفضل. في احد الاشخاص اللي الشخصية السياسية اللي اكثر شيء عم بيتعرض هو الى اشاعات او كاركتر اساسينيشن. نعم. مطلوب بعتقد من الكنيسة المارونية انه توقف موقف حق تجاه الشخص، ولحتى ما يتكرر الشيء اللي صار مع اللواء رئيس الجمهورية فؤاد شهاب. نعم. عم يتكرر مع هالشخص لأنه هو الأقوى اليوم على الساحة المارونية. مفروض من سيدنا البطرك توصل له هالرسالة ضروري، يوقف موقف حق تجاه الشخص لإنصافه. اوكي. ما رح سمي أسامي، بعتقد وصلت الرسالة. شكرا كثير لاتصالك. بس انا بحب اوكي كمان خليني اخذ اتصال. الو الو مساء الخير ابونا. يا هلا حبيبي تفضل. انا بس بدي اقول انه اكبر اشاعات عم تصير هلا عن الثوار. نعم. ساعة بيعملون صهاينة، ساعة عملاء، ساعة مدري شو، هودي الشعب كله شعب معطر عم بيطالب بابسط مطالب العيش ومسي. شكرا كثير لاتصالك على 0914-915. اي شخص منكم بحب انه يتصل المجال مفتوح له. بس المتصل ما قبل الاخير، معلش انا بدي ركز على كلمه هي المفروض. كلمه المفروض انه في بعض التعابير يلي نحن بنستعملها هي تعابير لبنانيه، انما لما بقول أنا المفروض أنه مين فرض، مين فرض وعلى مين انفرض، ما حدا بيقر يعني الفرضية اللي موجودة عند نوعا ما شخص معين، ما مش ضروري أنه تكون فرضية موجودة عندي، مش ضروري أنه تكون فرضية عند الشخص الآخر. للأسف أنه مرات كتير بنستعمل بعض التعابير، وأكيد مش عم بقصد أنا الشاب أبدا، عم بحكي أنا كلغة لبنانية. مرات كتير في بعض التعابير يلي هي تعابير بتتخذ بعدة مجالات، بس اللي بدي أقوله أنا أنه سيدنا البطرك ما بيقدر أنه يكون طرف. سيدنا البطرك عم يطلع كل يوم وعم يحكي، وكمان مثل ما هو عم يطلع وعم يحكي في ناس عم يقبلوا الحكي في ناس ما عم يقبلوا الحكي، لأنه بالنهاية ما حدا بيقدر أنه يرضي الكل وما حدا بيقدر أنه يقنع الكل. بس سيدنا البطرك ما بيقدر أنه يكون طرف مع شخص معين. يمكن بالنهاية هو باي، وهالباي هيدا بده يحضن أولاده كلهم سوا. كمان بناخد اتصال. ألو ألو يا هلا تفضل أبونا. اليوم الإشاعة
اذا بطلت اعين مش اليوم مش ليك بتصور يا ريت بتظبط موقعك لانه الخط عم بيقطش. رح ناخذ اتصال ثاني وبنرجع بناخذك. الو 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 يا هلا تفضلي 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 تفضلي. ايه انا بس بدي اقول لك كلمه لاول مره بحكي على التليفون مع التلفزيون. الله يطولنا بعمرك. بسطت كثير انه علق. بس بدي احكي كلمه. هالزعماء الكبار بعد ما شفقن قلبن على العالم على الطرقات ملولن قلبن بس هيك. يا ابونا يا ابونا انا ما بتعاطى بشي بهالاخبار كلها لا ثوره ولا بروح البجي. بس بشفق هالشعب المعطر على الطريق يلي ميت الجوع. في عالم كتير انا اكتشفت انه في عالم كتير ميت الجوع يا ابونا. عم فكر ما عندهم اولاد ما عندهم اهل ما عندهم مرايب. هالزعماء الكبار ما بخيفوا الله ما بخيفوا. ما الله عم يضربهم واحد ورا الثاني. ما بخيفوا من ضربات الله بالمستقبل. عندهم اولاد هم ما بخيفوا اولادهم. اولادهم اكيد ربنا بيطول الحبل بطول. ابو غيمة الزرقاء شايف كل شيء. بس ان شاء الله يا رب يخيفوا ربهم ويشفقوا قلبهم على الشعب اللي على الطريق ليخلصوا من هالزعران ل 30 سنه تنهبهم. هلا هود الجداد اللي عم بسبون عيب نسب حدا كني مع انه كله بينسب. بس نحن ما قلنا نحن بنصلي ما بنسب. الله يهديهم. شكرا شكرا كثير على اتصالك هذا. الله يهديهم. شكرا كثير على اتصالك. اكيد مدام شيء اللي انت عم بتقوليه هو شيء كثير كبير والشيء اللي عم بيصير عندنا بلبنان. يعني بظرف كم يوم صاروا 4-5 اشخاص منتحرين وسبب الانتحار هو القله يعني والحاله الاقتصاديه المترديه اللي صارت موجوده عندنا بالبلد. هالشيء هذا اللي ما صار بتاريخ لبنان ولا مره انه المؤسسات عم بتسكر البلاد كلها عم بتسكر المدارس عم بتسكر المستشفيات عم بتهدد. فاذا اكيد نحن بحاجه لصلاه ونحن بحاجه انه عن جد نطلع من تبعيتنا للبشر من تبعيتنا لاشخاص معينين وتبعيتنا تكون ربانيه. لانه بالنهايه ما في حدا رح يقدر يخلصنا الا الرب يلي كل المقدره موجوده عنده. برجع بقول اي شخص منكم بحب انه يتصل على 09-914-915 بحب انه يحكي عن الاشاعات بحب انه يحكي يمكن عن الوضع يلي صاير موجود هلا على الطرقات. لانه كمان هلا سمعنا انه اوتوستراد جوني تقريبا تسكر بشكل جزئي. فاي شخص منكم بحب انه يحكي بحب انه يعبر المجال مفتوح لإلكن. من بعض الإشاعات كمان يلي بتطال الناس كنت عم بحكي أنا عن الصحيفة الصفراء أو منسميها الصحافة الصفراء يلي كانت موجودة بمكان من الأماكن بالولايات المتحدة الأمريكية. وكنت عم بقول لكم إنه هالشخص هذا كان في عنده عدة أماكن وبلش يكتب الصحافة الصفراء. الصحافة الصفراء ليش سميت الصحافة الصفراء؟ لأنها كانت تنكتب على ورق لونه أصفر وهالورق كان هو من الورق الرديء مثل رداءه الكلام يلي كان ينكتب عن الشخصيات وعن الأشخاص يلي كان بحاول إنه يطالهم وبحاول إنه إذا بدكن يستغلهم يمكن حتى يأخذ منهم مصاري أو غيره من الشغلات. فانتشرت الشيء اللي اسمه الصحافة الصفراء. بالإضافة للصحافة الصفراء في شيء بيسموه بالتلييني باباراتزي. باباراتزي هن الصحفيين يلي بيلحقوا كبار الفنانين وشغلتهم إنه هن ينطروا كيف الصياد بينطر العصفور إنه يمرق حتى يتصيدوا. شغلتهم هن ينطروا الصحفيين كصحفيين ينطروا المشاهير وين بيروحوا وكيف بيجوا مع مين عم يطلع بياخد اتصال. ألو الو الو سلام المسيح. الو سلام المسيح ابونا. يا هلا حبيبي. انا حظي حلو اليوم عم بقدر ارجع احكيك. هلا لانه بخصوص اخر اتصال ما بعرف اخر شيء الصبح عم بيقول مفروض وانت حبيت انا حبيت على كلمه مفروض. نعم. كمان انا عجبتني فكرتك انه ما في شيء بينفرض على الانسان. يعني في يطلب. انا طلعت مره بالمظاهرات بالوقت صار الحراك يعني نزلت انا وجهت له كلمه لسيد البطرك. ايه
انه وقت النهار اللي طلع فيه طلع قرار ما بعرف حطوه يعني على اذاعات ناسي ايامتين بتاريخ يعني كان بيض اول الثوره بس بتمني فيك تطلب انت بتتمنى في تمني تغيرت تغيرت حبيبي ما فينا نطرد يعني خاصه ما هي كلمه هي كلمه انا قلت مش انت بنطلب يعني ايه ايه بس هي مش انت لانه هي الكلمه اللبنانيه لما نحن بنقول انا واجب لما بيجي انا بقول انه المفروض انت انك تعمل هيك المفروض بنظر مين المفروض بنظرك المفروض مظبوط بنظرك بقرارك انت يعني صحيح المفروض على اي شيء مثل هلا مثل الحكيم هن فارضين حالهم علينا هلا بعضهم بالقوه وهيك حبيبي شكرا كثير لك بس ابونا الله يبارك فيك شغله سمعت من حضرتك انا ما عم بحط اذاعه انه تسكر الطريق جوني نعم بس انا بتمنى على المظاهرين هلا ما بقى تتسكر طرقات جايين على اعياد ويعني بالامانيه يعني تروح تسكر مرافق اساسيه يا اخي في ما في البور في المطار النقل الجوي هنيك التهريب الاساسي هذا الهدر هنيك بالبور يروحوا يوقفوا يتظاهروا البور المطرح ما بتطلع عم يتشغل كله عمال اجانب من برات البلاد يروحوا على السوبر ماركت عم تشغل كلها اجانب وهي معليه هلا الاسعار هنيك يطلعوا عليها يعني صح. للاسف الاسعار 100% اغلب الاشياء صحيح. كان حقها 250 500 صحيح. يروحوا يعملوا مظاهره قدام السوبر ماركت يسكروا له السوبر صحيح. ماركت صحيح نتمنى عليهم اذا بيوصل من خلال اذاعتكم اما شيء عن جد هنيك لازم نروح هلا انه تسكير الطريق عم ينعم يسكر على العالم ما عدل بده يطلع مصاري ليعيد مع اولاده اما شيء وفي شغله بس عم يدعو انه اللبناني يجوا برا ويصرفوا لبنان بلبنان المصاري اللي بده يجي من برا يصرف لبنان المصاري ما راح تجي للبنانيه لانه كل المطاعم كل شيء مشغلين كله اجانب يعني راح يقبضوا بالقبضون للاجانب ويحاولوا مصرياتهم صحيح بتمنى يكون اللبنانيه واعيين اكثر من هيك ما بدنا الرعايات انه نجيب اللبنانيه بس كرمال يصرفوا مصاري بلبنان وهيك يخلوا مصرياتهم معه يبعثوهم يعملوا شيء فيه يدفيهم شيء يستفيدوا اهلهم وينبسطوا هن ببلادهم مطرح من موجود لانه ما حرام يجوا لهون ويشوفوا هالاشياء اكثر ما هيك شكرا كثير على اتصالك شكرا يا حبيبي على 09-914-915 الهواء مفتوح لكم الو الو مساء الخير ابونا مساء النور يعطيك العافيه وخلينا اياك يا هلا وسلام لكل اهل لبنان يا هلا اللي عم بيصير انت عم تحكينا من برات لبنان من برات لبنان عم صلي معك المسبحه بس هلا من بكركي بصلي معك وحب اشترك بالبرنامج بس منين عم تحكينا من كندا يا هلا فيكي تفضلي صدقني هون بكندا وبالغربة عن الشعب لو حتى ببيته بس هو كمان تعبان أكتر من يلي هن على الطريق أبونا نعم وخصوصا هالانتحار يلي عم بيصير بسرعة ما بعمرنا كنا نسمع أو إذا كنا نسمع نخبي ما بدنا حدا يعرف مثل كأنه هالشي عيب بس الانتحار عم بيكون بسبب الفقر يا ريت يا أبونا بتعمل حلقة عن الانتحار ومش بس حلقة حلقات اجتماعية إنه هو مش عيب الفقر ملك الملوك يسوع المسيح مخلص الكون صار فقير كرمالنا لازم شوي نزيح ما ننسى السياسيين نزيحهم على جنب لأنه كتابنا غير كتابهم بس عندي طلب ورجاء نعمل حلقات أنه الفقر مش عيب إذا إنسان طلب مساعدة مش عيب هو بيخجل الإنسان أنه يقول أنا بحاجة بكل زاوية في مختار بكل زاوية في كنيسة لو حتى بس نقدر نأمن لهم بعرف انه عم بتساعده وكل انسان بيساعد قد ما بيقدر ناخد في كتير شبيبة نحط ورقة نأيد اساميهم مين هو بحاجة مختار الحي الابونا الرعية بيعرف راهبة المدرسة بتعرف مين بحاجة حرام هود اللي انتحر ودمهم على ايدينا السياسيين ما رح يعني ما بحترمهم بس ما بقدر ما رح مش مغرومة فيهم ولا رح نحبهم ولا رح بقدر لأن الشعب عم بيموت بالجملة كل نقطة دم بتراب لبنان مقدس لازم نساعد بعضنا أكتر يسوع إجا بده قلوبنا كنايس مش حجر كل شيخ كل أبونا عم بتساعده بس لازم أكتر يا أبونا هيدا أنا عم بيصير لأنه قرب يجي يسوع مش بس بعيد الميلاد قرب يجي مشان هيك عم بيصير بس الشعب مش واعي لازم يكون في حلقات إنه الفقر مش عيب ما عليه إذا احتجتوا طولوا بالكم مرضنا بدينا تنصوم طولوا بالكم شوي المدارس شوي ترحم يعني بعرف إنه المدارس عم بتسكر يا مدام المدارس في قسم كبير منا عم بيسكر
بس لو منقدر نعمل بكل زاوية في كنيسة، بكل زاوية في مختار، بس لو بس خبز، والخبز بيكون مبارك وبيكون بيكفينا نعيش على الخبز والمي لنقطع هالمرحلة. حرام إنسان لو مين ما كان دينه يموت، ما عم نقدر هون نتحمل فكرة انتحار. مش بدنا حدا ينتحر، ما رح يسمعونا السياسيين، ما رح يشبعوا، لأنه خلص ركب براسهم الطمع. ما عم بحكي إلا من قلب محروق، أنا ما بعرف من حدا اللي انتحر، ما بعرف حدا منهم، بس هودي أولادنا وأهلنا وشعبنا وترابنا، هودي نعار علينا، دمهم ربنا رح يحسبنا. الفقير ما عم نطلع فيه، ما هلأ صرنا نسمع في مساعدات بس مش كفاية. كل بيت يقدر يساعد جاره، يكون في تشجيع. لما بنعرف وين في حدا بحاجة بنقدر نحن نتصل فيهم. ما بعرف كيف رح يكون هالبرنامج، واحد ما بيقدر وحده يكفي، بس لما بناخد وبنعرف وين في حاجة أكتر للمساعدة، الكل عم بيساعد. حرام مرة من يومين بدها تبيع كلوتها، ما إذا باعت كلوتها دمرت عائلتها، ابنها مريض، بنتها مريضة، أمها مريضة. لازم حلقات اجتماعية كمان مكثفة أكتر عن تطويل البال والثقة بيسوع وبالرب. شكرا، شكرا لك مدام، بدي أعتذر، مرسي كتير، وصلت الرسالة، مرسي كتير لك، وتحياتنا لكل إخوتنا اللي عم يسمعونا وعم بيشوفونا بكندا. برجع بقول انه المجال مفتوح لكم على 0914-915. خليني انا قبل ما اختم انا وياكم بعد باخد بعض الاتصالات حول الموضوع يلي نحن عم نحكي عنه يلي هو الاشاعات. فاذا كنت عم بحكي انا عن الباباراتزي، يلي كنت عم بقول الباباراتزي هن الصيادين، هن الصحفيين الصيادين يلي بيتصيدوا الشخصيات، وشغلتهم انه يتصيدوا الممثل او الممثلة او المغني والمغنية ويبيعوا الشيء يلي تصيدوا للصحافة الصفراء، أكيد للأشخاص يلي بهمهم أنهم ينشروا، يلي أنهم يبتزوا شخص ما أو شاب أو صبي أو فنان أو شخص معروف. للأسف هيدي الباباراتزي والصحافة الصفراء يلي كانت موجودة ببلاد برا، إنما اليوم منيجي منطلع ومنشوف إنه كل وسائل الإعلام عنا صارت باباراتزي، وكل وسائل الإعلام عنا صارت صحافة صفراء. يعني بطل في برنامج راقي، البرامج الراقية هي قليلة جدا، يا أما نحن منجيب برنامج من برا، يا أما نحن منجيب مسلسل من برا، يا أما نحن ما بقى في فكر خلاق بيقدر انه يخلق فكره جديده، وهالفكره هيدي تكون بناءه. شوفي عنا كل هال او 90% من هالبرامج اللبنانيه يلي هي افكار لبنانيه بيشبهوا بعضهم، انه بطلع انا بقرق على فلان، بطلع انا على الفيسبوك وبجيب اخبار من الفيسبوك وهو بيطلعهم على التلفزيون، وبنكت على الناس وبقرق على الناس وبضحك على الناس، وهيك بعبي ساعه من الوقت او ساعتين من الوقت وبيمشي الحال. او بطلع انا على التلفزيون وبنصب حالي انا القاضي وبهدد وبقول لهم لانه في معي مستندات او انا في معي قصص وفي معي خبريات، فاذا انا اذا ما بتعملوا انا بفضح القصه. ما بالنهايه كل انسان في عنده، ما في ولا انسان الا في شمسيه فوق راسه مثل ما المثل بيقول. بس هالنوع من البرامج يلي عم بتكون هي من نوع الإشاعات، هي من نوع الإشاعات يلي عم تنتشر، وهي يلي بتجيب نسبة الريت الكبيرة. ليش؟ لأنه الناس ما عندهم شيء، الناس بطبيعتها الناس بتحب اللقلقة، الناس بطبيعتها بتحب إنه تسمع، بتحب تعمل فلان شو عمل فلان، شو هي سيارته فلان، الممثل فلاني بيته قديش هو، واو صور بيته أو صور بنته، إنه بنته شو بدها تكون، يعني غير شكل عن بنات العالم، أو صور ابنه أو ابنه طلع له سن، منشوف الفنان الفلاني ابنه طلع له سن، طب سن ابنه يعني غير شكل عن سن ابنك، غير شكل عن سن بنتك، يعني إنه شو بده يكون سنه، يعني إنه سنه بشو مغير، يعني لأنه ابن الفنان الفلاني. في نوع من السخافة يلي صارت عم تدخل على حياتنا، وللأسف السخافة هيدي عم بتجرنا، إنه بيجوا بيقولوا لك إنه الفنان الفلاني عمل حفلة ببيته وصور بيته. طيب وبعدين إنه صور بيته، شو إجاني أنا إذا صور بيته؟ شو إجاك أنت إذا صور بيتك؟ جيت بيته، جيت أنت تفرجت وبعدين؟
وبنشوف الكومنت وبنشوف التعليقات وبنشوف قديش للأسف مرات كتير إن احنا بنكون، ما بدي استعمل كلام مأذي، قديش نحن بنكون ضايعين ضايعين بغير عالم، يعني انه ضايعين بغير عالم، انه باثنين فنانين بيختلفوا بين بعضهم، وحدة بتسب الثاني، بيجي انا بدخل وانا بسب لهيدي او بسب لهيدي، وبختلف مع هيدي وبختلف مع هيدي، وبعمل نوع من الجيش الالكتروني، وكل حدا مسلح بجيش الكتروني حتى يدافع عنه ويسب. وصارت الصحافة كليتها مسبات بمسبات، وصارت الفيسبوك كلها مسبات بمسبات. مشان هيك كل الأشخاص اللي بينتموا لفنان، بينتموا لصحافة، بينتموا لرجل أعمال، بينتموا لسياسة، منشوفهم أنهم مختلفين ضد بعضهم كرمال مين؟ كرمال شخص شو جايك منه؟ أنه هو اللي عم بيجيب لك الطحين على بيتك بكرة إذا صار في مجاعة، بكرة إذا صار في فقر، إذا انقطع البنزين هو رح يحمل تنكة البنزين ويجي لعندك على البيت ويقول لك أنت معي على الفيسبوك وأنت فريند لإلي، تعا أنا جايب لك تنكة البنزين، أو ولادك جاعوا رح يجي لعندك ويجيب لك رغيف خبز. خلينا نكبر راسنا شوي ونكبر عقلاتنا شوي وما نضيع بالفوفاش. أغلبيتنا جماعة مثقفين وأغلبيتنا جماعة معلمين. أنا بتأثر وبشوف لما بشوف إنسان هالقد معلم، طالب جامعة عم يغرق بنوع من هالفقاقيع الصابون يلي عم بتغرقوا فيها وعم بتضيعوا فيها. انت شاب معلم مسقف، انت عم تتبع زعيم، انت شاب معلم مسقف، شو جاييك من لما بتتبع زعيم؟ ليش مش انت بتقدر انك تكون زعيم؟ شو بيمنع انك انت تكون زعيم؟ شو بيمنع انك انت تكون مسؤول؟ شو بيمنع انك انت تكون عم تبني الوطن؟ شو بيمنع ما انت انسان معلم، انت انسان مسقف، شو بيمنع انه يكون في عندك مستقبل؟ بدك تضلك راضي انك تكون مدعوس؟ بدك تضلك راضي انك تكون انت الانسان يلي ما الك كلمة، او الكلمة تبعيتك اذا بدك توصل بدك تكون مدعوم؟ شو إلى طعمي إذا الفنانين اختلفوا مع بعضهم، أنت بتفوت وبتعمل حالك طرف، بتكون أنت تابع بدون ما تكون أنت الأول، تكون أنت الأول حتى لو لكنت لوحدك، ولا تكون التابع لأنك بدك تكون شخص مثل هالأشخاص اللي عم يمروا. وين نحن رايحين؟ ليش نحن هالقد عم نضيع وعم نضيع علماتنا وعم نضيع تفكيرنا وعم نضيع الشغلات يلي ربنا عطينا إياها، وعم نكون نحن تابعين لبشر؟ الفنانة الفلانية ازدعلت هي والفنانة الفلانية، وبلشوا الفانز تبعولون يقبروا بعضهم كرمال شو؟ وهيدا يسب لهيدا وهيدا يسب كرمال شو؟ لأنهم هن يختلفوا مع بعضهم. شو تغير؟ كل الناس بتختلف مع بعضها وكل الناس بترجع تتصالح. ليش انت بدك تاخد طرف؟ انت شو عرفك بالحقيقة؟ ما نص الحقيقة يلي انت سمعها هي كذبة. وانت شو جاييك؟ انت شو جاييك من هذه الشغلة؟ يعني انا بحلم انه نحن يكون في عنا هالغيري على مسيحنا، انا بحلم انه يكون في عنا هالغيري على مسيحيتنا. يعني انا كتبت غنية لأنه بإحدى المرات لما كنت مسؤول عن تشاريتي تي في، عن إذاعة صوت المحبة، بيوم من الأيام بتطلع مجلة فرنسية اسمها مجلة فوسي، هذه الخبرية صرت مخبرها كذا مرة بس بهمني أنه خبرها تتشوفوا نحن اللبنانيين وين وتفكيرنا وين وكيف نحن منفكر. مجلة فوسي بيصوروا صبية مانوكان حاط مصورة المسبحة على إجرة، وأنا كنت بعدني بأول كهنوتي وبأول اندفاعي وبدي أقلب الدنيا كلها سوا وبدي غير الدنيا كلها سوا. فبيتصلوا في بيقولوا لي يا بيرفادي في مجلة فوسي فيها مانوكان حاطة صورة المسبحة على إجرة، وأنا بيكون في عقل وبطير وبطلع على الإذاعة وبحكي مع العالم ويلا وإيه وشو بدنا نعمل وكيف بدنا نولع الدنيا كلها سوا، والناس شو بدهم؟ صاروا يتصلوا فيي، نحن معك يا أبونا ونحن حدك يا أبونا واللي بدك إياه يا أبونا. أنا بيني وبين حالي قلت أف أبصر شو بدي أعمل، أنا بدي أقلب البلد كله سوا، عم بدقوا بيسوع المسيح،
عم بدقوا بيسوع المسيح. قلت له للناس منتجمع بمعهد الرسل بكرة الساعة 5 الصبح ومنطلع بالسيارات اللي عند سيدنا البطرك الله يرحمه البطرك سفير، وهيك منشرح له لسيدنا ومنطلب منه انه هو يتدخل ويشوف شو بده يعمل. والمفاجأة التليفونات يلي حكيت، يعني انا قلت بدنا نكون شي 7000 10000 شخص، ما قدرنا نكون اكتر من 200 شخص. الناس كانت شاطرة بالحكي بس على الارض الناس كانت قليلة كتير. وطلعنا لعند سيدنا البطرك قولوا وقفنا مجلة فوسين، احنا ونازلين بتلاقى بهوني شاب حامل ابنه. بقول له يا زلمي طب ليش ما طلعت معنا؟ ليش ما رحت معنا؟ ما سمعت بهيدي القصة؟ قال لي بلا يا ابونا سمعت بهيدي القصة وانا اتصلت وقلت لك انا معك وانا حدك وانا وانا وانا. قلت له انت معي من بعيد لبعيد بس على الارض ما كنت معي. قال لي يا ابونا ما بتعرف انت انه هذا الصبي شو بدي اعمل فيه؟ طب هذا الصبي شو بدي اعمل فيه؟ عمره 3 سنين. انه بدي احطه عند حماتي، انه بعدني جايبه انا من المدرسه، شو بدي اعمل فيه للصبي؟ امه بتشتغل وانا بشتغل، بدنا نعيش يا ابونا. انا قلت معه حق. قلت له ما تواخذني يا خيي. ومرقت الايام واجت الايام وبيطلع احد المسؤولين السياسيين وبقول لهم كلكم انزلوا على ساحه الشهداء. بتفاجئ انا بهذا الشاب حامل ابنه على ظهره وحاطط له على راسه العلم يلي بينتمي لإله، ورايح هو وياه واخذ حماته معه ومرته معه. قلت له وينك رايح؟ قال لي بتعرف يا ابونا الواجب ينادينا. قلت له الواجب يناديك هون، والواجب ما كان عم بيناديك لما المسيح كان عم ينهن. وكتبت الغنيه يلي بتقول كل من في اشاره عنده وين اشاره يسوع، يا هالمسيحيه اتحدوا الصليب بيبقى مرفوع، بدمك عن حزبك بترافع همك زعيمك ينصان، شو استحليتك مرة تدافع عن مسيحك لما انهان؟ عملت الإشارة تحدي ضدك أنا وإنت ضدي، ضاعت أيام المواد نقعد مع بعض ممنوع، يا هالمسيحية اتحدوا الصليب بيبقى مرفوع. للأسف إنه نحن مرات كتير شوفوا كيف ردة فعلنا عم بتكون لما عم بدقوا ببشر، عم بيدقوا بإنسان. امبارح سمعنا بعض الاتصالات وبعض الشغلات يلي دقوا فيها بصوت المحبة، يعني بزوادة اليوم سمعنا بزوادة اليوم بتبلش زوادة اليوم، وبعد منا مناشير ما إلى علاقة أبدا، وبالنهاية زوادة اليوم من صوت المحبة. هيدي شو؟ هل قد المقدسات صارت سخيفة بالنسبة لإلنا؟ هل قد يسوع المسيح صار سخيف بالنسبة لإلنا؟ منيجي منطلع ومنشوف قاضي شات ألوهو كمان عاملين عليها غنية، فصل من رسالة القديس بولس الرسول كمان عاملين عليها، عم نتمرقع حتى نتمرقع على الزعيم الفلاني، ومنتمرقع على ديننا، منتمرقع على مسيحنا، منضحك على مسيحيتنا. نحن وين؟ أي مسيح نحن عم نحكي عنه؟ أي مسيحية نحن عم نحكي عنها؟ مشان هيك نحن محتاجين أنه نرجع نعمل فحص ضمير عميق بحياتنا، ونتطلع ونشوف قديش في أخطاء نحن عم نوقع فيها. نحن عم نركض وراء الباباراتسي، نحن عم نركض وراء الصحافة الصفرة، وبدون ما نكون نحن أشخاص. مش غلط انه نكون منتميين لتيارات، مش غلط انه نكون منتميين لاحزاب، بكل الدنيا موجوده الاحزاب وبكل الدنيا موجوده التيارات، بس الغلط انه انا هالتيارات هيدي تحل محل كنيستي. الغلط انه انا لما التيار تبعولي او الحزب تبعولي او يكون اخر هم بالنسبه له الكنيسه، انا من المفروض انه ما بكون عم فكر، ولما هو بيضعف دغري انا بدي اقول الكنيسة ولاجب الكنيسة تتدخل، ولاجب الكنيسة انه توقف، ولاجب الكنيسة انه تكون حد منا. فاذا هودي الشغلات اني شغلات كتير مهمة. نحنا عم نضيع وعم نضيع حالنا. خليني اخذ اتصال. الو سلام المسيح. الو يا هلا بحكي. ايه تفضل. مساء الخير. يا هلا أبونا، أنا عم بتسمع حكيه كتير حلو هلأ. آخر شيء كل الحديث حلو بس هلأ حكيه كتير حلو، لأنه أنا عم حس نحن وصلنا لهون من وراء يعني الحقد
وفي غبا يعني باردون بالكلمة. أنا ما حبيت أقولها طلعت منك. ما مش حلوة مش حلوة برأيك. لا لا أنا ما حبيت أقولها للكلمة بس إنه بالنهاية في أنا قلت ضياع، في ضياع عند شبابنا وعند صبايانا بس للأسف إيه في غبا. في غبا وفي حقد، نحن وصلنا لهون من ورا هالتنين لأنه هلأ أوكي في واحد يحب الزعيم بس لا يقله ولا يخضع. في حب الزعيم بس وقت بيكون في غلط لازم هون يعرف انه غلط ولو كان زعيم لازم يعرف. انا قلت لهم بضيعتي اذا خي نزل بالبلدية وكان عرفته مش قد المسؤولية مش ضروري حط له اسمه، مش ضروري بشوف بنبش على الشخص اللي هو لازم يكون بهالمكان المناسب. بقى هلأ بظن أنا هلأ مثل ما عم يصير ثورة وعراسنا ويعني الله يساعد الناس ويساعدنا جميعا، بس بحس بدون هدف بدون يعني الثورات بتبقى منظمة إجمالا، بيبقى في شخص بيحكي بيعمل بيان إيش بده. هلأ اللي بالبلقى يعني اللي بعالسحد يجي زعيم يقول كلمة مثلا هو تنقول من مات تنقول درزي مثلا، حدا حكي شيء عن تنقول زعيم الدرزي بتلاقيهم صفوا على جنب انه بحس يعني مش عم صار المطرح. ما بعرف شو يعني شيء مؤسف. ان شاء الله يكون حكي انه اشاعة، ان شاء الله يكون حكيك اشاعة. ان شاء الله يكون لا ما بعرف يعني على كل حال نحن مؤمنين بالعذراء وبالمسيح امين امين امين، هيدا هو املنا. شكرا كثير لاتصالك مدام. انا بدي اشكرك. ميرسي. انا بدي اشكرك وبدي اشكركم جميعا كل الاشخاص اللي تبعتوني. بالنهايه الاشاعة بدها تبقى، وما نفتكر انه اذا طلعنا وحكينا كلمتين ثلاثه وحكينا ساعه على تشاريتي تي في الإشاعة رح بتبطل موجودة. الإشاعة رح بتضل موجودة والتلفزيونات رح بيضلوا يعملوا إشاعات والناس رح بيضلوا يعملوا إشاعات والفيسبوك رح بنضل الإشاعات نشوفها والخبريات المزبوطة والمش مزبوطة بدنا نشوفها وبدنا نعرف نميز نحن بين خبر وخبر. إنما لابد إنه نحكي ولابد إنه نقول الغلط غلط ولابد إنه نقول الصح صح. مشان هيك بتمنى أنا انه يصير في عنا شوية وعي، وبتمنى انا ما قدرت انه صيب 1% من الاشخاص اللي عم يسمعوني واقتنعوا بالحكي اللي انا عم اقوله. انا بقول انه عملت انجاز وهيدا الشيء بيكون عملنا شغلة كتير مهمة. المهم انه كل واحد منا يبلش يفكر انا كيف بدي اتغير، انا كيف بدي اتغير. لانه مرات كتير انا بعمل اشاعات، مرات كتير الحقد والانانية ولما بشوف انسان ناجح وإنسان مغطي علي، كلنا بشر وكليتنا ضعاف. مشان هيك ربنا بتقول مريم العذراء لما بتقول تعظم نفس الرب لأنه نظر إلى تواضع أمته، نظر إلى تواضع أمته. ربنا ولا مرة بيطلع بالإنسان المتكبر. إذا منطلع بكل القديسين يلي طلعوا كليتهم كانوا متواضعين، كان في عندهم بساطة، كان في عندهم براءة، لأنه هني ما كانوا عم يقتنعوا بهالأرض وما كانوش عايشين على هالأرض. حتى لو لكانت إجريهم عم تدعس على هالأرض فكرهم وعقلهم وكل شيء كان موجود فوق بالسماء. مشان هيك هودي كانوا قديسين لأنه عرفوا كلمة الرب أنتم لستم من هذا العالم لكن أنا أقمتكم. بس لما نحن بننخرط بهالعالم ولما نحن منعيش بهالعالم ولما نحن منفتكر انه هالعالم هو قطعة منا ومنفل من هالدنيا ومكبشين بهالعالم، هيدا مش ممكن انه نكون عم نتعرف على عالم يسوع المسيح وعم ندخل على عالم يسوع المسيح. مشان هيك حبيت اليوم انه احكي انا وياكم عن هالموضوع. بدي اشكر كل الاشخاص يلي اتصلوا، بدي اشكر كل الاشخاص يلي حاولوا انهم يتصلوا، بدي اشكر كل الاشخاص يلي كانوا عم بيشوفونا، وبدي اتمنى لكم الاستمرارية بمحبة الرب يسوع والبعد عن الإشاعات قدر الإمكان، وتصبحوا على وجه يسوع. كل من في إشارة عنده وين إشارة يسوع، يا هالمسيحية تحدو صليب بيبقى مرفوع. كل من في إشارة عنده وين إشارة يسوع، يا هالمسيحية تحدو صليب بيبقى مرفوع.
دمك عن حسبك بترافع همك زعيمك ينصاع شو استحليتك مرة تدافع عن مسيحك لولا انهان دمك عن حسبك بترافع همك زعيمك ينصاع شو استحليتك مرة تدافع عن مسيحك لولا انهان عملت الإشارة تحدي ضدك أنا وإنت ضدي مسيحي اتحدوا صليب بيبقى مرفوع